مهرزي، حسب رايك شكون استدعاك؟ والله وليدي العلم ولا لا يا خويا. هاي تفضلي. يعطيك دودة انت. البارح تقول لي امي باركسوا عليك، ربي يهديك بابا. هذاك عيني ولادي الكل، اما بالخص هذاك، هذاك تعب شويه متاع بنين. تعبني بو مسكين بضيق النفس توب. وانا عندي حد كان ربي وليديتي كهو. بيخلنا نسمعوه الساعة. هذاك عز الناس. هذاك عز الناس. والله الناس بوجوها، والله ريت انا حاجة. ممكن بحكم خدمتي معناتها وانا نمثل ونفهم في الناس اللي تمثل والناس الصادقة. والله ما احلاه. الناس كلها تموت علي. والله ما احلاه. ما احلاهش معناتها. معناتها انسان جاء عمل لك ستوب. ما لقاش باه وين فرفط 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 دق البيبان الكل، انا نحس اللي هو دق البيبان الكل. انا تعبت انا. اي نعرف. انا تعبت وهو تعب. اسمعوا. أما كان يجيب الثنية الصحيحة أنا معاه، أما كان مش يقعد لي كاكا لا. ما نعم بابا. سامحني يوم. ما تسامحك لما تشد الثنية. لك تعرف أمي دي كل شيء. تشد الثنية وتولي مريقل ويضمن فيك خوك جعفر. باهي. يا امي قداش مره انا حبيت باش ندير هيك تشوف هاي في الدار كيفاش هيك تشوف الدويا شي عمل لي. والله غالب وليد انا ما عندي حتى حل، انا ابوك مخليكم في راك تشوف كل ما نمشي باش ندير يعطيني الدويا كيفاش يصير فاي. وليني حشاك هذاك يولي الشيء على حوايجه، ما عادش يولي عبد. في رمضان ولد عم ناول وعم ناول نفركسوا فيه. انا واخته كرش على قلبها وبوه مريض وخوه بالموتوع. خوه ولا قال للاولاد الكل معناتها ليا القالي خويا يجيبه لي ونعطيه حاجه القهوه تحت زيتون ريقت دايخ بالدوي مش هو مص بتاع. ايه علاش امي نحب نداوي. ايه ايش باش نعمل؟ اعطيني ايش باش نعمل؟ نعرف بابا خير. اعطيني ايش باش نعمل امي؟ نعرف. وراس ولدي حاسه انا قبل كنت خايب امي ما نعاونكش في قضية في الدار ما طيب لكش ما كذا. ليش بابا خايك تبدا انت لاباس وتشد الرجله ونحبك تعمر دارك، نحبك تعمل امراه تعمل صغيرات كله انا. كي ما نحبش انا ذا كله. نعرف نحب نتهنى عليك بالله خاص انت وانت تعرفني شنو هنا معاك. نعرف. بابا خاي خاطر كي باش نموت باش تقعد انت كورة ريت كورة وما يقبلك حد. ها حط في مخك مش يقبلوك نهار سنين راه مش يقلقوا منك. اما انا مادامني حية هاني معاك ويمش تهزني ويمش تهزني. انا ديما معاك انت في رقبتي انت واخوتك حتى البنات معرسين في رقبتي. نحبكم ديما ملمومين ديما ناكلوا مع بعضنا بابا خاي ديما نشربوا مع بعضنا نحبوا نضحكوا نحبوا نلعبوا. نعرف نتذكروا ابوك وابوك معزته وحدها وخلى عليا فراغ كبير برشا برشا في الدار بالعاني. انا راني نخرج للعطار بلا نخرج خاطر ياسر ابوك ياسر يدور معايا في الدار. ياسر ياسر زاد هبلني بوك هبلتني انتي وهبلني بوك. وبوك باه بوك قلت البارح نقسم بالله انا وصل خوك قل امي اش قتلك ممكن حس بيك اللي انتي باش تجيهوني باش تريض وتعمل مخ نلقاه قاعد قدام الحوض متاع دارنا تحت القارصة دارنا عربي القارصة قاعد تحتها وجهه احمر 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 ويتبسم.
ممكن حاس بيه اللي ربي باش يهديه وما نعرفش. الناس ترقد انا ما نرقدش. انا سامي وحنين. انا سامي دخل لي قلبي يرحم والدي. ما كان شفت العباد. انا نحكي لك نسى يعني. ريت النساء يعرضوني يبداو يبكي. قسمت بالله والستين حزبوا هالبلاصه اللي نعرف فيها اللي عملت فيها حسنه لا سيء. وسامي معناتها بقلبه وهربت به فرس يحب يختم. اي تحسوا راجل. اما جعفر وليدي كان يبدلوا ما عادش. يلزمو ياكل صحته. صحيت. يلزم ينحي السموم من بدنه. وانا ما نكذبش عليك تعبت. يلزم ينحي السموم من بدنه خدم. اللي هو هذايا يتطلب مجهود متاع شهر. راك باش تتعب يا سامي. ما يسالش حتى شهرين ما يسالش. يا سامي نحكي معاك خويا راك باش تتعب. راهو تحب لها قلب. وانا نحييك لانه من خلالك انت ينجموا برشا شبيبة يفيقوا. أراه تعرفش معناتها الدروغ. خلينا نفسر لكم حاجة. خاطر أنا قعدت برشا مع الدكتور تويتي. يقول لي اللي استهلك حربوشة. أوكي؟ ماذا بيه كيما اللي خذيت تران. ماذا بيه يهبط في أول محطة ويرجع. إيه. على خاطر الدروغ كي تستهلك حربوشة كأنك طلعت في محطة ومشيت محطة أخرى، زدت حربوش أخرى محطة أخرى، زدت حربوش أخرى محطة أخرى، وماشي بيك الترام، ماشي بيك الترام، وماهيش ثنيتك. ماهيش ثنيتك. مش متاعنا، مش متاعنا. الترام اللي هازك مش هازك لثنيتك. مش بالعكس متاعنا. يبعد فيك على ثنيتك. يلزك للصحراء، ليه؟ يبعد فيك على ثنيتك، على مستقبلك، على حلمك، على صغارك، على العرس. على امك على خواتك. هذاك خطبت له. ما ينجمش يخطب. ليه خطبت له كي كان لاباس. هاي ومن بعد بطل كي يبطل ماله كي عاد دخلوا للحيط. باهي اغزل لي سامي. احنا ان شاء الله باش نتصلوا زاد باش نحاولوا نلقاو صياغه باش انت تمشي تتعالج. وانا لهنا نتوجه للساده المشاهدين زاد باش ما نكثروش على دكتور تويتي، دكتور تويتي، دكتور تويتي، دكتور تويتي. أنا أدعو معناتها أي إنسان يسمع فيه في اللحظة هذه على الأقل فهمني ولا يعاونوش ماديا باش يمشي يتعالج لأنه تعرف تويك المساحات والمستشفيات وكذا يمشي يتعالج يعاونوش ويقف له ماديا هو وميمته باش تعالج سامي ولده وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب باش نحاولوا نتبعوا الوضعية نتاعك سامي أوكي بابا؟ إن شاء الله وإن شاء الله ربي يسهل. إقف سي سامي إقف حاج شي تحب تقول لأمك؟ نتلومنا سميعك أو نتلومنا سميع. شوف أمي ما لقيتش باش معناتها ديما لي هو مش غير حاجة. باهي سامي باش توعدها الوالدة؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نلقى فرصة وكا. باهي احنا باش نسعاولك في الفرصة. أنت قدها ولا ماكش قدها؟ أكيد مادام جاوني ولا تعيب ورا أمي الفرصة هذيا في حياته. قوموا يحلم بها يرقد يحلم بها. إن شاء الله باش نسعاولك في أقرب فرصة إن شاء الله ربي بعد علينا البلاء والوباء. فهمني ولا إن شاء الله. في اقرب فرصه نسعى لك وان شاء الله ربي يسهل داكوردو. هاي تفضل سامي تفضل بنتك اقعد اقعد حاجه تو يجيكم من غير ما تقربوا لبعضكم. ها من غير ما تقعدوا تقربوا لبعضكم من غير ما تقربوا لا لا عايش ولدي عايش ولدي يهديك رب يهديك عايش ولدي يستر من غير ما تقرب سامي سامي ربي يهديك بابا خويا منحبلك كان الهدايا منحبلك حتى شيء شكرا يا دوب نعرفك.